إذن ينضم إلينا من جدة دكتور خالد شلبي استشاري طب العيون في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلين دكتور. إذا بغينا نتعرف على آخر التقنيات اللي توصلتوا لها في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنا أحب بس قبل ما أبدأ في الحديث عن التقنيات الجديدة في المرض ده، أنا أحب أدي بس فكرة بسيطة لمرضى السكر عن المشكلة وحجمها. يعني أنا تقريبا عندنا عدد مرضى السكر في العالم تقريبا وصلوا 240 مليون مريض. كان العدد ده 120 مليون من 15 سنة فقط. وتبعا للنجاح التداوي لمرض السكر أصبح أن العمر الافتراضي للمريض زاد، وبالتالي بدأ يكثر اعتلال الشبكة السكري أن احنا نشوفه بصورة أكثر بعد زيادة عمر المريض. ممكن نقول أن تقريبا 24 ألف أمريكي يصابوا بفقد الإبصار سنويا، رقم خطير جدا لازم نلتفت له. الحاجة الثانية أن احنا زي ما احنا عارفين أن في أنواع السكر، في نوع أول وفي نوع ثاني. بعد 20 سنة من الإصابة بالسكر سواء كان النوع الأول أو الثاني، تقريبا كل مرضى النوع الأول بيجي لهم بعد 20 سنة اعتلال شبكي سكري، وتقريبا 60% من مرضى النوع الثاني بيجي لهم الاعتلال الشبكي السكري. إذن حجم المشكلة مهم ويجب الالتفات له. وفيه يعني رسالة أحب أوجهها لمريض السكر وفي نفس الوقت لزملائنا أطباء الباطنية وأطباء العيون. مريض السكر يجب أنه أول ما يعرف أنه عنده سكر يتجه إلى طبيب العيون ويفحص عينه، وعلى حسب نتيجة الفحص هيوجهه أنه كل سنة أو كل 9 شهور أو كل 6 شهور أو كل 6 شهور يتجه للفحص مرة أخرى. بالنسبة لزملائنا أطباء الغدد الصماء وأطباء الباطنيين اللي بيظبطوا السكر في الدم، أرجو منهم أنهم يهتموا بتوجيه مريض السكر أنه يتجه لفحص عينه دوريا، لأن ما يعقلش وإحنا في سنة 2010 أن في مريض يجيني عنده سكر بقاله 10 سنين أو 15 سنة وما عمل فحص وللأسف جاي بفقد البصر ولم يتلقى أي رعاية طبية إطلاقا من ناحية العين، مع أنه بقاله 15 سنة أو 20 سنة يعالج من السكر. النقطة الثانية، الأطباء العيون زملائنا الأعزاء، أرجو أن احنا لا نتأخر في توجيه المريض لطبيب الشبكية المتخصص في علاج السكر. يعني لا يصح إطلاقا أن احنا مريض سكر عنده نزيف في العين في الجسم الزجاجي أو محتاج علاج بالليزر ونقول له انتظر شوية حتى أن النزيف يخف ونعملك الليزر. أصبح دلوقتي في تقنيات حديثة جدا تساعدنا من احنا نتدخل مبكرا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البصر. النقطة المهمة لمريض السكر اللي عايز أوجهه ليها، وهي ان للاسف ما يفقد من الابصار نتيجه مرض السكر لا يستعد. نعم. فبالتالي التدخل المبكر والاكتشاف المبكر افضل بكثير جدا من ان احنا نتاخر ونعالج نتدخل في وقت متاخر بعد ما يكون النظر فقد منه مبلغ كبير. بالنسبه للتشخيص المرض والوقايه منه، اول حاجه لازم نقولها ان المتابعه الدوريه مهمه جدا. هناك لابد من تجنب بعض العوامل التي تساعد على زيادة تأثير السكر على الشبكية. من ضمن هذه العوامل عدم التحكم في نسبة السكر في الدم، وللأسف عدم التحكم أو عدم تظبيط السكر أخطر من أن يبقى السكر مرتفع على طول. يعني ارتفاع نسبة السكر وانخفاضها تؤثر على الشبكية أكثر من ارتفاع السكر فقط. الجزء الثاني ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، التدخين له عامل سلبي جدا، الانيميا، امراض الكلى، وزي ما قلت السمنه المفرطه والكحوليات. الحاجه الثانيه عدم ممارسه الرياضه ممكن تؤثر على هذا الوضع، وبرده الحمل والولاده لمرضى السكر مهم جدا انه يتابع بالعين، قد يزيد من تاثير السكر على الشبكيه، ولكن احنا ما بنخوفش المرضى ولكن ان المتابعه افضل في هذه المرحله. طيب العلاج هذا المرض، بالنسبة لعلاج هذا المرض ينقسم لقسمين. التشخيص أولا، التشخيص الدقيق هيؤدي إلى علاج سليم وحكيم بإذن الله. طيب دكتور، تشخيص المرض